كل هلاوس وطايحة عند المسلمين، احنا منهم طبعا أهل عمان، منهم عرب ومسلمين. ما يأتيه لنا الأجنبي نتلقفه، ما في كتابنا العزيز الخالد، ما في سنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما عاد تشيل عنا، ما كنا سمعنا ولا رأينا. نقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا نعي معناها. واحد عمره 40 سنة يصلي خلف الإمام جماعة يسمع الفاتحة في كل صلاة ركعتين، يسمعها هكذا. لكن إذا قلت له اقرأ الفاتحة يقرأها غلط، بعيد الشر. هذه السنين كلها صليت 20-30 سنة خلف الإمام، ما سمعته يقرأ وما قل، ما عرفت قلده. الإمام كله يقرأ أنعمت عليهم غير المغضوب، قلت أنعمت عليهم. المسلمون الآن يقتتلون يتقاتلون وهم يقرؤون الفاتحة في كل ركعة، ماذا يقول الله تعالى؟ إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، وقال إياك نستعين ولم يقل إياك أستعين، وقال اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل يأمرنا أن نقول اهدني الصراط المستقيم. هذا في كل سورة يقرأ فيها الفاتحة، يقرؤون الفاتحة ولا يعونها. هذه مصيبتنا نحن المسلمين.